لازم اجيب حاجه للمدام. قفل الدنيا وشغل لي جهاز الانذار بسرعه. حاضر ربنا يستر. هشغل جهاز الانذار. ابو علي، ابو علي طلب محروس. خلي بالك في عيد ميلاد. اثبت عيد ميلاد ما تبوظوش. عيد ميلاد ايه يا حمار؟ امال ايه ده؟ ده الليزر بتاع الخزنه. ايه ده؟ هو ده الليزر اللي هو لو جه على هدومنا هيبينني عريان؟ لا لو ابوس ايدك بلاش يا حمار. ده الليزر ده لو لمسته هتموت محروق، لان ده الليزر. فاكر فيلم شكشان يالا؟ انهي فيلم؟ الفيلم يالا بتاع شكشان. ما عمل 200 فيلم. قول قبل ما نتحرق. اللي كان فيه ليزر. اللي كان فاكره فاكره. هو ده لازم نعدي منه ما يلمسناش. يعني ده بيحمل خزنه؟ طب لو لمسنا هنموت محروقين. لا 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 ما تخوفنيش. تمام ماشي، عشان ده خطر جدا. تعال عدي برجلك الشمال الاول. ماشي يلا. ايه ده؟ دي مزجت الليزر عادي. هو ايه ده اول ليفل يعني؟ يا عم عدي بقى انت رغاي. ماشي يلا بتحني. بس ايه ده؟ احنا لازم نعدي قبل ما المزيكا تخلص. صح يلا.